وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، غارات للتحالف الدولي استهدفت أطراف بلدة الباغوز في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 16 مدنيا، ما تعليقكم على تكرار قصف التحالف للمدنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة حتى لا يكون تعليقنا مكرر على جرائم تكررت كثيرا من دول تدعي أنها دول عظمى لها واجب إنساني وواجب دولي لمحاربة الجريمة العالمية والإرهاب العالمي، هؤلاء يا سيدي لا يصلحون لمهمة قيادة العالم، لأنهم عندما يتكلمون دائما عن القصف الجراحي، إذا كانوا يواجهون داعش أو قوى الإرهاب ويقتلون بشكل كتلوي أعداد هائلة من المدنيين كما حصل في سوريا خاصة وفي العراق، فهؤلاء ليس فقط فاشلون، سيسجل التاريخ لأنهم كاذبون. تكلموا كثيرا، وأنتم في العراق تعلمون مصطلح القصف الجراحي بمعنى أن يضرب الهدف وما حوله لا يمس. فإذا كان هناك مجموعة مثلا تعتقد أمريكا أنها مجموعة إرهابية فتقصف في منزل لا تمس المنازل من حول هذا المنزل، ولكنهم هؤلاء كاذبون ويستخدمون الإبادة الجماعية سكان المدنيين يعني الذين هم ضحايا الإرهاب أصلا. القضية الأهم هي أن الغارة استهدفت الضحايا في أثناء محاولتهم الفرار باتجاه الحدود العراقية. ألم تعلن أمريكا عن إنشائها ممرات آمنة للمدنيين؟ إذا لماذا تقصف الفارين لا سيما وأن بينهم أطفال، وهو ما يؤكد أنهم ليسوا مقاتلين؟ نعم، وأقول لك أمر آخر. نعم، هناك تداول في الاتصالات التي تتم ما بين قيادات الأرضية وما بين حتى القيادات التي تحوم في الجو، يعني ما بين الطيران وما بين القواعد الأمريكية. لو رشحت هذه المكالمات والاتصالات ما بين الطيارين وما بين المراقبين وما بين القادة لا علمنا ما تشيب له البلدان، ما يشيب له الولد الصغير، لأن كل هذه الأمور معروفة لديهم. وحتى أنهم بتسريبات سابقة لعلك تذكر كيف أنهم يستهزئون حتى بالمدنيين ويقول لهم اضربوا حتى لو كان مدني، هكذا هم يعلمون أنهم مدنيون ويضربونهم بذرائع يعني غريبة، يعني دوافع غريبة، يعني هل هو فضول نفسي أم حقد أم ماذا؟ يعني يجب أن نبحث عن السبب. حقيقة أمر مريع. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس أن قواته وحلفائها سيقومون بالسيطرة على كافة الأراضي التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها. برأيكم هل الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه القضية للوصول عن طريق سياسة الأرض المحروقة، وهل المدنيون اليوم هم الثمن؟ بلا شك، وهو يعني استهداف المدنيين أرخص حقيقة، يعني عندما يكون هناك ضرب بشكل كتلوي وإبادة جماعية لكل من هو على قيد الحياة في منطقة واسعة، هذا فعلته أمريكا وتفعله روسيا، وكلا الطرفين يعني لا يلوم بعضهم بعضا على هذا الأمر العسكري المريع الذي يطبق حقيقة من روسيا ومن أمريكا. أما قضية أنه أمريكا والله تسيطر على المناطق، أمريكا تسيطر على كافة المناطق في العراق، وتسيطر أيضا على معظم المناطق الحساسة في سوريا، حتى لو بدأ أمام الناظر أن روسيا هي المسيطرة. روسيا لا تفعل شيء إلا بأوامر أمريكا. القوات الأمريكية يعني هل هذه العمليات توحي بشكل القوات التي استقرت في سوريا على أن تملأ فراغها بعد رحيلها برأيكم؟ هناك خداع أمريكي فيما يتعلق برحيل القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، وأنتم تعلمون أن هناك قواعد قريبة في العراق، يعني على الحدود السورية العراقية داخل العراق، أكثر من 5 قواعد جاهزة لنقل آلاف، هم 2000 جندي أمريكي ينسحبون من سوريا وبإمكانهم أن يعودوا خلال ساعات من خلال قواعد أمريكية موجودة على الحدود. لذلك كلها عملية خداع ورسالة للداخل الأمريكي بأن ترامب يريد
أن يعني تحظى القوات الأمريكية من كل مناطق الصراع الساخنة وهكذا، ولكن الأمر أن تعود هذه القوات وأن تدعم قوات أسد الإرهابية هذا أمر مستمر. غير التسليح الموجود حاليا عند هذه القوات يعني في قوات أسد. الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.